فضل مدرب الخضر وحيد حليلوزيج تمديد حالة الترقب بشأن مستقبله، ورفض تأكيد أو نفي الأخبار التي تشير إلى توليه مهمة قيادة نادي طرابزونسبور التركي، واكتفى بالتأكيد على تلقيه العديد من العروض المغرية التي أجل دراستها إلى حين قضاء عطلته. وحيد حليلوزيج في الحوار المقتضب الذي خص به صحيفة ليكيب الفرنسية استحضر الصورة الرائعة للاستقبال الكبير الذي حظي به مع أشباله بالجزائر، وأكد أنه سيحتفظ بها في ذاكرته، خصوصا أنه لم يكن يتوقع أن يحظى باستقبال مماثل، مديا تأثره الشديد بثقة الشعب الجزائري وباستضافته من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وبحسرة شديدة عاد التقني البوسني لمواجهة الدور الثاني أمام ألمانيا التي أكد بشأنها أن أشباله كانوا قريبين من تحقيق إنجاز استثنائي نظير الفرص العديدة التي فشل رفقاء سليماني في تجسيدها، مضيفا أن الأمر الذي حز في نفسه كثيرا هو أن أشباله ظهروا بوجه أفضل من الذي ظهر به منتخب فرنسا أو ألمانيا في لقاء ربع النهائي الذي انتهى بفوز المانشافت بهدف دون رد أمسية يوم الجمعة.